يعني اتوقع خلال اسبوع او 10 ايام راح نشوف يعني خليه نحل ان شاء الله، لانه حكينا على سكيدول العمل معاهم ما يقارب 100 عام راح يكون شغال مبنى بكل الاختصاصات. احنا اذا فعلا مركز الزرع الكليه بدا يباشر وعمله بالموصل يقلل عدد المرضى، هذا يقلل عدد المرضى اللي يحتاجون غسل مخرجات فيها. إذا تعاونت ويانا جامعة الموصل فإحنا حتكون مفاجأة دكتور كإنجاز العمل من ناحية الأعمال الكهربائية الميكانيكية الأجهزة الطبية. بمجرد أنه أي تأهيل محطة تصفيه المياه الطابق الأول فتترتب بعد البناء تكون جاهزة لاستقبال 12 فريق. هذه الخلفوش العقيد من سوء الله تعالى دكتور فصيح، احنا حاليا عندنا أربع وجبات كان لنا زيارة إلى مكتب الأخ رئيس جامعة الموصل الأخ الزميل الدكتور قصي الأحمدي لغرض مناقشة وضع الجامعة، شنو هي المتطلبات اللي تحتاجها الجامعة. الجامعة معلوم لدى الجميع حجم الدمار اللي حصل أبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وعمليات التحرير اللي تلتها، وكان حقيقة مزروعة بشكل كامل بالألغام من مخلفات تنظيم داعش، ومع كل الأسف أبان فترة تنظيفها من هاي الألغام فقدنا الكثير من عناصر الهندسة العسكرية، ويدل على أنه كانت مزروعة بشكل كامل. اليوم بعد ما من الله سبحانه وتعالى علينا بجهود القوات الأمنية بكل مسمياتها وتحررت المدينة بدت ثورة الإعمار. الضرر كبير جدا والموارد قليلة، لذلك يتطلب مناقشة الوضع مع الأخ رئيس الجامعة لتحديد الأولويات، بالإضافة إلى إكمال الأبنية ضمن التمويلات المتوفرة والمتاحة لدينا. نعمل على زيادة كفاءة هذه الكليات وأدائها من أجهزة بالإضافة إلى متطلبات أخرى. الحقيقة كنا أمل بقيادة الأخ الزميل دكتور قصي لإعادة وضع جامعة الموصل على ما كانت عليه في سابق عهدها، من كانت هي تحتل المراتب الأولى، وهذه بانت بوادرها بشكل فعلي خلال هذه الفترة القصيرة اللي تولى مهام رئاستها الأخ الدكتور. واجبنا أنه نقدم كل الدعم لسببين، احنا كحكومة محلية مسؤوليتنا بالإضافة إلى احنا احد خريجين هذه الجامعة، لذلك جامعة الموصل مدانين لها كثيرا، يتطلب أن نقدم كل ما أوتينا من قوة كل الدعم لأجل تحقيق الهدف المنشود ونجاح المسيرة العلمية في الموصل من خلال جامعة الموصل، وبالإضافة إلى ذلك لزيارة المراكز البحثية اللي هو عبارة عن مستشفى متطور، في إكمال هذه المستشفى راح تصير نقلة نوعية في القطاع الصحي والقطاع التعليمي، لسببين: الأول هو وجود كفاءة كبيرة جدا من الأساتذة والدكاترة في هذه الاختصاصات الطبية، بالإضافة إلى أنه البنى التحتية اللي تحتويها هذا المستشفى من أجهزة ومعدات متطورة جدا تفتقدها كثير من المناطق حتى في دول الجوار. هذه راح تغني أبنائنا أن يروحون يتعالجون في غير مكان. عامل الوقت جدا مهم، اليوم كثير من المواطنين ربما يروح إلى تركيا إلى الهند إلى محافظات الإقليم إلى بغداد وهو ما يمتلك شيء، فافتتاحها راح يخفف العبء، بل سوف تكون جاذبة لمعالجة حالات من محافظات أخرى. مدينة الموصل عانت ما عانت الكثير، واجبنا أنه نعالج الخلل الموجود بتعاون الجميع، وهذا يتطلب
أنه نقف جنب إلى جنب مع القطاع التعليمي مع القطاعات الأخرى اللي تكون مسيرتنا موحدة وجهودنا تكون مرصوصة باتجاه واحد هو تحقيق الهدف للنهوض بنينوى في كل قطاعاته. تشرفنا اليوم في جامعة الموصل بزيارة الأستاذ المهندس الزميل منصور المرعيد سيد المحافظ نينوى. زيارة السيد المحافظ إلى جامعة الموصل هي ليست الأولى، نحن في تواصل مستديم مع المحافظة، دعم السيد المحافظ للجامعة متواصل حيث تعرضت هذه الجامعة إلى دمار كبير إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية. فقدنا في الجامعة أكثر من 133 بناية و217 سيارة، أكثر من 1,000,000 كتاب ومخطوط حرق في المكتبة المركزية، وسرقت أكثر من 80% من مختبراتنا. الجامعة تعرضت لدمار هائل. نحن نعمل جاهدين على إعادة بناء هذه الجامعة، نعمل يد بيد مع كل الخيرين. سيادة المحافظ له دور واضح في دعم الجامعة. جميع المواطنين في مدينة الموصل مدعوين للتعاون معنا لإعادة بناء مدينتنا، لإعادة بناء بلدنا، لإعادة بناء جامعتنا. اليوم أيضا زرنا المراكز البحثية، هذه المراكز البحثية التي هي عبارة عن مستشفيات متطورة تحتوي العديد من الأجهزة المتقدمة. هذه المراكز تعرضت أيضا إلى التدمير خلال سيطرة عصابات داعش الإرهابية، وقام السيد المحافظ مشكورا بتمويل مشروع إعادة تأهيل هذه المراكز البحثية. عند تأهيلها في نهاية هذه السنة ستفتح هذه المراكز لأبناء مدينة الموصل.